لكن عوده لقضايانا الداخليه، لانه زي ما بقول لحضراتكم كده، اذا كانت اجتماعات الامم المتحده هي مجلس اداره العالم اذا صح التعبير، خلينا نقول انه الشان الداخلي لمصر لا يقل خطوره ولا يقل اهميه عن اي شان خارجي بيحصل في العالم، حتى ولو كان الصوره العامه لمصر. لانه بصراحه كده المواطن المصري اللي بيصحى من نومه يروح لشغله ويقضي يوم طويل في كفاحه اليومي المعتاد زيه زي اي واحد في العالم، يعني ما احناش اقل حظا ولا حاجه، كل واحد بيكافح بس بطريقه مختلفه، لكن خلينا نقول ان الهم الاكبر بالنسبه له هو اكله وشربه، تعليمه او تعليم ولاده يعني، ودواه اذا احتاج لعلاج. نيجي بقى عند النقطه الرابعه دي ونقول انه مين اللي مسؤول عن الجزء ده، صحتي، علاجي، اقدر ابقى مطمن على الاقل شويه اني لما اعيا هلاقي مستشفى اتعالج فيها ودي حدث ولا حرج، وهعرف ادفع فيزيت الدكتور اذا احتجت اروح لدكتور كبير، ودي كمان احنا متسابين فيها لهو وضميره، الدكتور زي ما يقيم ويقدر قيمه الفيزيته اللي هيحكم عليا بيها. لكن نيجي للرحله او للمرحله الثالثه من التعامل مع منظومه طبيه، يعني اللي المريض بيحتاج فيها، بيحتاج للدواء. فتعالوا دلوقتي ومن دلوقتي لدقايق كده نفتح مع حضراتكم السؤال ده، وحد من او مشاهدينا خلينا نسأل السؤال ده، مين فينا في الفترة القريبة احتاج لدواء وراح لصيدلية وما لهوش؟ هنتذكر مع بعض بس تواريخ عشان يبقى السؤال اكثر وضوحا واكثر تدقيقا، وعشان لما ناخد مداخلات حضراتكم نبقى عارفين احنا بندور على ايه، او احنا بنسال على اصل المشكله ايه. اللي حصل ان احنا لقينا انه في صفحات على الانترنت بتبيع ادويه في السوق السوداء، ببساطه كده السوق السوداء اللي موجوده في كل حاجه في حياتنا، اللي الناس بتشتري الأراضي وبعدين تروح مسقعها وتبيعها، السوق السوداء اللي الدولار المفروض أنه عملة متداولة في البنوك اللي ليه سوق سوداء، سوق السوداء وكأنها قدرنا، السوق الموازية لكل حاجة، كانت بتطال حاجات كتيرة قوي في حياتنا لحد فترة قريب. لكن من فترة أقرب حصل ما هو أخطر، أنه بقت السوق السوداء بتطال الأمور الحيوية والرئيسية واللي ما ينفعش تبقى مش بس بتتحكم فيها السوق السوداء، تبقى بتقرب منها السوق السوداء. صفحات على الفيسبوك بتبيع أدوية ناقصة في السوق طبعا بأغلى بكتير من سعرها، ولما تيجي تسأل عن دواء سعره 10 جنيه مثلا ما تلاقيهوش في الصيدلية، تدور كده على النت بحث بسيط هتلاقي انه موجود عند فلان الفلاني سعره 20 وهيوصله لك ب10 كمان، يوصل لك الدواء بحسبة 3 أضعاف قيمته الحقيقية. دي صورة من الصور دي، وده شكل من أشكال الإعلانات اللي موجودة على صفحات الفيسبوك، اللي راجل بيعلن أهو عن دواء بيقول موجود بفضل الله 200 كرتونة رينجر لاكتيت، وبيحدد أسامي الشركات. طبعا الأدوية معلش اعذروني مكتوب أساميها بالعربي، فيعني مش عارف أقولها بالعربي لأنه الأدوية، لكن عندي 28 كرتونة من كذا، عندي 200 علبة من كذا، عندي 70 علبة من كذا، وعنده لستة الأسعار. الراجل فاتح صيدلية على النت. اللي بس مركز فينا في الحكاية دي يقول يسأل بس سؤال، اللي بيشتغل كمان كان في مجال الأدوية، ونفسي برضو اللي بيتفرج علينا من اللي كانوا بيعملوا أو من العاملين في مجال الأدوية يتصلوا بينا بس ويكلمونا عن الظاهرة المعروفة في عالم الدواء اللي هي حرق الدواء. حرق الدواء دي باختصار كده لعبة قديمة اخترعها الصيدلي الكسلان أو المندوب الكسلان، إنه هو بنفسه يشتري الأدوية من الصيدلية وهو بنفسه يتولى إن هو يحقق التارجت لنفسه، مش إنه يعتمد على بيع حقيقي وعلى دعاية حقيقية للدواء بتاعه أو على طلب حقيقي على الدواء، ولخبطة كده كتيرة. فتلاقي إنه الصيدلي وهو واقف في صيدليته معروض عليه كميات هائلة من الدواء المحروق، دواء المحروق دواء موجود كميات كبيرة بتخفيضات أكبر. ففكرة حرق الدواء دي فكرة قديمة جدا جدا اخترعها صيادلة مصريون بيشتغلوا في شركات أدوية، وتسببت في ربكة لسوق الدواء أو تضارب في الأسعار. فتقدر تروح لصيدلية تاخد سعر العلبة اللي سعرها 40 جنيه تاخدها من صيدلية ب36 وتاخدها من صيدلية تانية ب35، وهلوم جر سعر الدواء اللي مفروض أنه أمر لا يمكن المساس بيه، ده كان بيحصل طول الوقت.
طيب وصلنا لمرحلة تانية بقى، انه لا مش بس كده، لا ده الدواء بيتسحب من الصيدليات، وما اعتقدش ان الكميات دي بتتسحب من صيدليات، ده بيتسحب من شركات ومن مخازن ادويه ويتباع بقى في السوق السوداء براحتنا مننا كده للمستهلك. احنا لسه هنكلم الصيادله، تعالوا نشوف راي احد الصيادله اللي ممكن يفيدنا اكتر، وهو احد الخبراء في قطاع الدواء اللي ممكن يفيدنا اكتر، يقول لنا هو ايه اللي بيجرى في صحه المصريين وايه اللي بيحصل في عالم الدواء. الاستاذ